You're now listening to The Arabic Arts with Noha Mohammed on Calgary Arabia. طيب، فقرة الفن العربي النهاردة عن الشعر العربي أو يعني أهم الشعراء العرب. وطبعا بما أننا بنتكلم عن سوريا لازم نبدأ بنزار قباني. نزار قباني كان دبلوماسي وشاعر سوري معاصر، ولد في 1923 من أسرة دمشقية عربية عريقة، إذ يعتبر جده أبو خليل القباني رائد المسرح العربي. درس الحقوق في الجامعة السورية، وفور تخرجه منها عام 45 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلا بين عواصم مختلفة حتى قدم استقالته في سنة 1966، وأصدر أولى دواوينه عام 44 بعنوان قالت لي السمراء. وتابع عملية التأليف والنشر التي بلغت خلال نصف القرن 35 ديوان، أبرزها كان طفولة نهد والرسم بالكلمات. وأسس دار نشر لأعماله في بيروت باسم منشورات نزار قباني، وكان لدمشق وبيروت حيز خاص في أشعاره، لعل أبرزها القصيدة الدمشقية، دي كان اسمها كده، ويا ست الدنيا يا بيروت. وأحدثت حرب 1967 والتي أسماها العرب بالنكسة مفترقا حاسما في تجربته الشعرية والأدبية، إذ أخرجته من نمطه التقليدي بوصفه شاعر الحب والمرأة لتدخله معترك السياسة. وقد أثارت قصيدته هوامش على دفتر النكسة عاصفة في الوطن العربي، وصلت إلى حد منع أشعاره في وسائل الإعلام. قال عنه الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة، قال نزار كما عرفته في بيروت هو أكثر الشعراء تهذيبا ولطفا. تعالوا نسمع قصيدة عيناكي لنزار قباني ونرجع تاني. عيناك كنهري أحلامي، عيناك كنهري أحلامي، نهري موسيقى حملاني لوراء الأزمان، نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضعاني. الدمع الأسود فوقهما يتساقط أنغام بيالي. عيناك وتبغي وكحولي، والقدح العاشر أعمالي، وأنا في المقعد محترق، نيراني تأكل نيراني. أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحلامي. شفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الخلجان، ومصيري الأصفر حطم في صدري إيماني. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان، أحلى من زهرة جاردينيا في عتمة شعر إسباني. أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني، فأنا إنسان مفقود لا أعرف في الأرض مكاني. ضيعني دربي، ضيعني اسمي، ضيعني عنواني، تاريخي ما لي تاريخ، إني نسيان نسياني، إني مرساة لا ترسو، جرح بملامح إنساني. ماذا أعطيك؟
ماذا أعطيك؟ أجيبيني. قلقي، إلحادي، غثياني، ماذا أعطيك سوى قدر يرقص في كف الشيطان؟ أنا ألف أحبك، أنا ألف أحبك، فابتعدي عني عن ناري ودخاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحلامي. الحقيقة يعجز الكلام عن وصف جمال القصيدة. طيب، الشاعر التاني اللي معايا النهاردة هو طبعا الشاعر أحمد شوقي. يعتبر الشاعر المصري أحمد شوقي من أشهر الشعراء العرب ولقب بأمير الشعراء. التحق شوقي بكتاب الشيخ صالح عندما كان في سن الرابعة من عمره، فقد تعلم القراءة والكتابة ومبادئهما، وحفظ ما يتيسر من القرآن الكريم في ذلك الوقت. وعند دخوله مدرسة مبتديان الابتدائية أظهر شوقي إبداعه في حفظ دواوين الشعر غيبا، ومن هنا بدأت مسيرته مع الشعر الذي بدأ ينجلي بسلاسة على لسانه. وعندما التحق بقسم الترجمة أظهر المزيد من إبداعاته الشعرية التي لاحظها الشيخ محمد البسيوني، ثم ذهب شوقي إلى فرنسا ليكمل تعليمه، وقد استطاع في ذلك الوقت أن ينمي فكره وإبداعه إلى أنه أغرم بالشعر العربي وخاصة للمتنبي، على غرار الشعر الفرنسي الذي لم يرغب به كثيرا. تمام. طيب، يعد ديوان الشوقيات أشهر الدواوين التي ألفها شوقي، وقد أقام العديد من المسارح الشعرية الكثيرة في حياته. تعالوا نسمع قصيدة إيه معنا النهاردة؟ خدعوها بقولهم فين؟ خدعوها بقولهم حسناء. تعالوا نسمعها ونرجع تاني. خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. أتراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء؟ إن رأتني تميل عني كأن لم تك بيني وبينها أشياء. نظرة فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء، ففراق يكون فيه دواء، أو فراق يكون منه الداء. يوم كنا ولا تسل كيف كنا، نتهادى من الهوى ما نشاء، وعلينا من العفاف رقيب تعبت في مراسه الأهواء. جذبتني ثوبي العصي وقالت: أنتم الناس أيها الشعراء، فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء. Thank you.
Arabia. طيب ده كان شعر لأحمد شوقي. تعالوا إيه نتكلم عن سيد حجاب. ممكن ناس كتير متبقاش بقى سمعت عنه لأنه هو زي بيشتغل في صمت كده، بس دي حاجة أحترمها فيه صراحة. سيد حجاب هو شاعر عامية مصري، وعرف بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتلفزيونية المصرية. ولد سيد حجاب بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية في سنة 1940، والتحق بقسم العمارة بكلية هندسة جامعة الإسكندرية عام 56، وبعد كده اتنقل لجامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين في سنة 58. كان والد سيد حجاب بمثابة المعلم الأول له في الشعر، فقد كان يشاهده في جلسات المصطبة الشعرية حول المقد في ليالي الشتاء الباردة. لو كانوا جم كندا ما كانوش قالوا أنها شتاء باردة في مصر. في ليالي الشتاء الباردة، وبعدين وهو يلقي الشعر للصيادين في مباراة يلقي فيها كل صياد ما عنده، فكان يدون كل ما يقوله الصيادون ويحاول محاكاتهم، وكان يخفي عن والده حتى أطلعه على أول قصيدة كتبها عن شهيد باسم نبيل منصور، فشجعه والده على التكملة في هذا الاتجاه حتى دخل المدرسة وصادق المعلم الثاني، كان مدرس الرسم بتاعه المشرف على النشاط الرياضي، واللي علمه إزاي يكتب عن مشاعر الناس في قريته. في إحدى الندوات في القاهرة التقى حجاب والشاعر عبد الرحمن الأبنودي رحمة الله عليه، ونشأت بينهم صداقة بعد هذا اللقاء. ثم تعرف إلى أستاذه الثالث صلاح جاهين، والذي تنبأ له بأنه سيكون صوتا مؤثرا في الحركة الشعرية. تعالوا نسمع قصيدة بصوت سيد حجاب ونرجع تاني. دي القصيدة اللي قدمني بيها صلاح جاهين لقراء صباح الخير في 27 يوليو 61. قصيدة اسمها ابن بحر. أنا ابن بحر، ابن بحر، ابن بحر، ابن النسيم اللي رضع من السماء، رضع حليب النجمة حنية وفجر، وبعدها جاوة رمى في حضن أبويا وأمي وإخواتي القطار، خلانا نفهم بالومة، خلى خيالنا يمد إيده يطول شماريخ السماء، وحتى لو حبيت أقول إن النجوم في المية عايمة مسهمة، وإن خطوة ناس بلدنا الطيبين متنغمة، وإنهم كلمة محبة في الهدوم متقسمة، ومهما أقول ما ينتهي لي بحر، أقول ده البحر جنبي لو أمد إيدي طول شموس كتير شموس أصيل، البحر يوماتي بتنعس شمس فيه، أقدر أجيب الشمس نعسانة تملين الكلام، كلام بيتنفس سلام، وعرايس البحر في بلدنا قطار قطار، وفي قلب كل عروسة منهم بحر شعر ملوش قرار، عرايس البحر في بلدنا إخوات عرايس الشعر وإخوات القمر وإخواتي وإخوات ناسي وإخوات القطار. ده كان سيد حجاب. وطبعا بما إن ذكرنا الشاعر صلاح جاهين، تعالوا نتكلم عن صلاح جاهين. صلاح اسمه بقى ايه؟ صلاح جاهين اصلا اسمه محمد صلاح الدين بهجت احمد حلمي، كان معروف بصلاح جاهين. اتولد في 21 ابريل في 25 ديسمبر في سنة 1930. هو شاعر ورسام كاريكاتير مصري وممثل يساري الفكر. ولد في شارع جميل باشا في شبرا، وكان والده مستشار بهجت حلمي بيعمل في السلك القضائي، حيث بدأ كوكيل نيابة وانتهى كرئيس محكمة استئناف المنصورة. درس صلاح جاهين الفنون الجميلة ولكن لم يكملها، حيث درس الحقوق. تمام. أنتج العديد من الأفلام التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة، مثل فيلم أميرة حبي أنا وفيلم عودة الابن الضال، ولعبت زوجته أدوار في بعض الأفلام اللي هو أنتجها.
عمل محررا في عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روزا اليوسف وصباح الخير، ثم انتقل إلى جريدة الأهرام. صلاح جاهين الحقيقة أنه مش محتاج كلام، تعالوا نسمع رباعيات بصوت صلاح جاهين ونرجع تاني. يطير يا عالي في السما طز فيك، ما تفتكرش ربنا مصطفيك، برضك بتاكل دود وللطين تعود، تمص فيه يا حلو ويمص فيك عجبي. لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة حيشتهي يغيره عجبي. كرباج سعادة وقلبي منه انجلد، رمح كأنه حصان ولف البلد، ورجع لي آخر الليل وسألني ليه خجلان تقول إنك سعيد يا ولد عجب. قالوا الشقيق بيمص دم الشقيق، والناس ما هياش ناس بحق وحقيق، قلبي رميته وجبت غيره حجر، ده بالحجر ورجعت قلبي رقيق عجب. انشد يا قلبي غنوتك للجمال، وارقص في صدري من اليمين للشمال، ما هوش بعيد تفضل لبكرة سعيد، ده كل يوم فيه ألف ألف احتمال عجبي. جالك أوان ووقفت موقف وجود، يا تجود بده يا قلبي يا بده تجود، ما حد يقدر يبقي على كل شيء، مع ان عجبي كل شيء موجود عجب. عيني رأت مولود على كتف امه، يصرخ تهنن فيه، يصرخ تضمه، يصرخ تقول يا ابني ما تنطق كلام، ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه عجبي. انسان ايا انسان ما اجهلك، ما اتفهك في الكون وما اضقلك، شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم، وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك عجب. زحام وأبواء سيارات مزعجة، اللي يطل رصيف يبقى نجا، لو كنت جنبي يا حبيبي أنا مش كنت أشوف إن الحياة مبهجة عجبي. حبيت لكن حب من غير حنان، وصحبت لكن صحبة ملهاش أمان، رحت الحكيم وأكتر لقيت بلوتي إن اللي جوه القلب مش عاللسان عجبي. أنا قلبي كان شخشيخة أصبح جرس، جلجلتبه صحي الخدم والحرس، أنا المهرج قمت ليه خفت ليه، لا في ايدي سيف ولا تحت مني فرس عجبي. يا حزين يا ام تحت بحر الضياع، حزين انا زيك وايه مستطاع، الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع، الحزن زي البرد زي الصداع عجبي. أيوب رماه البين بكل العلل،
7 سنين مرضان وعنده شلل. الصبر طيب، صبر ايوب شفاه، بس الاكادة مات بفعل الملل. عجبي سمعت نقطة مية جوه المحيط بتقول لنقطة ما تنزليش في الغويط، اخاف عليكي من الغرق. قلت انا ده اللي يخاف من الوعد يبقى عبيط. عجبي خوض معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض. هي كده ما تنولش منها الامل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجب ده كان صلاح جاهين وبعض من الرباعيات اللي هو كان كاتبها. كان في ناس كتير بتوصف شعره بانه يعني السهل الممتنع، اللي هو حاجة يعني كلنا فكرنا فيها بس عمرنا ما حطناها في الكلام زي ما هو بيحطها. طيب ننتقل الى محمود درويش، وهو احد اهم شعراء الفلسطينيين والعرب الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن. يعتبر درويش احد ابرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وادخال الرمزية فيه. في شعر محمود درويش يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة الأنثى. قام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني التي تم إعلانها في الجزائر. محمود درويش هو شاعر فلسطيني، وهو عضو المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وله دواوين شعرية مليئة بالمضامن الحداثية. ولد عام 1941 في قرية البروة، في وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل عكا، حيث كانت أسرته تملك أرضا هناك. خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين في سنة 1948 للبنان، ثم عادت متسللة عام 49 بعد توقيع اتفاقية الهدنة لتجد القرية مهدمة وقد أقيم على أراضيها قرية زراعية إسرائيلية، فعاش مع عائلته في قرية جديدة. بعد إنهائه من تعليمه الثانوي عمل في صحافة الحزب الشيوعي والتي أصبح فيما بعد مشرفا على تحريرها، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر. اعتقل محمد درويش من قبل السلطات الإسرائيلية مرارا بدءا من عام 1961 بتهم تتعلق بتصريحاته ونشاطه السياسي، وذلك حتى عام 1972 حيث توجه إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة، وانتقل بعدها لاجئا إلى القاهرة في ذات العام حيث التحق بمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم توجه للبنان حيث عمل في مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، علما أنه استقال من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجا على اتفاقية أوسلو، كما أسس مجلة الكرمل، ممكن أقول ده غلط، كرمل تمام، الثقافية. طيب تعالوا نسمع قصيدة سجل أنا عربي أو بطاقة هوية لمحمود درويش ونرجع تاني. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكد في محجر، وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟
سجل، أنا عربي، أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل السرو والزيتون، وقبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث، لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب. يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب، وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب. فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب. سجل، أنا عربي، ولون الشعر فحمي، ولون العين بني، وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني أنا من قرية عزلاء منسية، شوارعها بلا أسماء، وكل رجالها في الحقل والمحجر. فهل تغضب؟ سجل، أنا عربي، سلبت كروم أجدادي، وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور. فهل حقا ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. دي كانت فقرة الفن العربي، وكلمنا عن أهم أو بعض من أهم الشعراء العرب. اللي عنده اقتراحات لفقرة الفن العربي يبعتها لي على noha@redfm.ca. اللي عنده أي أفكار للبرنامج عموما يبعتها لي على noha@redfm.ca أو على الفيسبوك بتاعنا Calgary Arabia on Red FM 106.7. عايزة أشكر كل الناس اللي بعتت لنا على الحلقة النهاردة: رأفت مراد، وائل بدوي، رشا رضوان، أميرة حافظ، طارق همام، أسامة أحمد، رشا رضوان تاني، محمد شمس الدين، مي، منى قاسم، أحمد العشموني، قلت الاسم ده صح؟ last name. محمد نبيل، ريمان عثمان، نجلاء علي، أحمد حلمي، أميرة حسن، مين تاني؟ حمصية حرة، هدى رفة، مها الغول، إبراهيم حسين، لينا هلال، صالح الحصيني، وناس كتير. شكرا لكل اللي بعتولنا. تعالوا نسمع أغنية